امبارح كل الاهلاويه للاسف الشديد بيتين متعكنين لان طبعا بدايه كده بكل روح رياضيه اكيد الف مبروك لطلائع الجيش حصولهم على اول لقب في تاريخهم على الاطلاق، وامبارح لعبوا مباراه قويه بطبيعه الحال. عايزين نقول ان ده ماتش، اصل في ناس بتقول ايه، بتقول ما معناه يا عم خلاص بقى انسى، خلاص اللي حصل حصل وانسى. لا، ساعات في حاجات ما ينفعش تتنسي، لما يكون عندك اخطاء في التمركز، لما يكون عندك مشكله في انهاء الجمل الهجوميه، لما يكون عندك، لا هنتكلم باستفاضه فعلا زي ما نهاوند بتقول مع حضراتكم اكيد في الجزء الثاني من حلقه النهارده، بس عموما لما يكون عندك اخطاء لازم تتعلم منها، ومش بس تتعلم، تتعلم وتصحح وتعالج الحاجات دي قبل ما نبتدي الموسم الجديد للدوري، وكمان قبل ما نبتدي مشوارنا الافريقي. ليه؟ لان النادي الاهلي نادي كبير، والكبير لازم لما تحصل له كبوة أو لما يبقى عنده أخطاء ما لازم يسعى جاهدا لتصحيح هذه الأخطاء ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، ولازم نعمل الكلام ده بسرعة عشان نلحق نحصد كل بطولات الموسم الجديد. أنا بتفق معاك، ولو هنتكلم تحديدا عن كابتن كريم يعني عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، هنقدر نقول ان هو بصراحة يعني بصراحة شديدة نجح ان هو يجبر لعيب الاهلي على طريقة لعبه. يعني امبارح احنا شفنا المشهد كده بصراحة، قفل خطوطه ووصل بالمباراة للي هو عايزه، ركلات الترجيح اللي احنا من البداية كنا امبارح بنتكلم ان فريق طلائع الجيش عايز يوصل ليها ووصل ليها. طبعا لازم نقول ان محمد الشناوي اكيد حارسنا، محمد بسام برده حارس طلائع تألقه حقيقي في التصدي، ولكن كان عندنا او هنتكلم عن لاعبتنا احنا تحديدا، كان في وظاهر كده بالعين المجرده في تشتت، في تشتت في التركيز شويه كده. يعني لو هنتكلم ماشي، خلينا ندي مثال كره بنون مثلا، محمد شريف هي ازاي بتتصد بالسهوله دي؟ عشان يعني عشان هو المفروض بقى نسال ازاي تتشاط بالبساطه دي اصلا، ما هو السبب ان هي اتلعبت بطريقه حاجه يعني صعبه جدا. يعني احنا حقيقي محتاجين نعيد ترتيب اوراقنا قبل بقى لما بنتكلم في انطلاق الموسم الجديد، وهنتكلم برضو في كل التفاصيل دي في الفقره الاخيره، نحدد نقاط الضعف، القوه، طرق معالجتها، الفتره اللي جايه هيبقى شكلها عامل ازاي. يعني كل ده خلينا برضو ناخره شويه للفقره الاخيره، لان لازم هنتكلم وفي كلام كتير جدا وملفات برضو ونقاط كده عليها علامات استفهام. إن شاء الله خير بس في الفقرة الأخيرة.